اللواء عاصم عبد الله شكر مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل نقص الموارد المائية التقليدية والزيادة السكانية الكبيرة، تواجه مصر تحدي تزايد الاحتياجات المائية، مما يتطلب البحث عن بدائل غير تقليدية لتوفير المياه. لسد العجز في الموارد المائية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف المهدرة في البحر المتوسط والبحيرات الشمالية، ترشيد استهلاك المياه، تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب بالمحافظات الساحلية والمناطق النائية. وفي هذا الإطار تم تكليف الهيئة الهندسية بدراسة وتنفيذ 56 محطة مياه، منها 2 محطة معالجة مياه الصرف لتوفير مياه الري بطاقة إجمالية 2.2 مليار متر مكعب سنويا، و54 محطة تحلية وترشيح لإنتاج مياه الشرب بطاقة إجمالية 925 مليون متر مكعب سنويا بنهاية عام 2019. وذلك بالتخطيط والتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة المعنية. محطات مياه معالجة مياه الصرف. محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر طاقة 5 مليون متر مكعب يوم. بيتم نقل مياه مصرف بحر البقر من غرب القناة عبر صحارة السلام إلى محطة المعالجة شرق القناة، ليتم معالجتها ثلاثيا بتقنية فائقة الجودة لتوفير 5 مليون متر مكعب يوم، بتكفي لزراعة 250 ألف فدان بسيناء لخلق مجتمعات عمرانية وتوفير فرص عمل جديدة. محطة معالجة مياه مصرف المحسمة طاقة. لو سمحت نرجع يا عاصم ارجع واحدة أنا بس عايز أفكر الناس، أنا بس بحاول، احنا بنكرر الكلام ده كتير. المفروض ان الميه دي قبل كده كانت بتنزل في بحيره المنزله. اي فندم. مش كده يا عاصم؟ اي فندم. فانا بس عايز اقول للمصريين انها كانت الميه ديت كانت فيها صرف صحي وزراعي وصناعي، ثلاث انواع من الصرف. وكانت الناس من سنتين قالوا ان الميه دي يعني بتضرهم ضرر كبير جدا. أي فندم. وبتضر البحيره بشكل كبير جدا عشان نقدر نطلع منها منتج جيد. فاخدنا الخمسة مليون دول عشان ما يترموش في بحيره المنزله، يضروها وفي نفس الوقت نستفيد منهم في زراعة في زراعة زراعة طبقا للمعايير العالمية، سواء دي المحطة دي أو محطة المحسمة اللي موجود. أنا اللي بس بقى يعني بقى عايزكم تضغطوا فيها يا عاصم، معلش الوقت. حاضر يا فندم. يا ريت يعني ما الوقت، وإحنا كلمنا موضوع الوقت ده من كتير، الوقت هو العامل الحاسم في إن إحنا نخلص. اضغطوا على نفسيكم واضغطوا على الشركات، وهم اكيد سامعيني دلوقتي، ان احنا ننجز هذا الموضوع في نهايه السنه دي. حتى دي هنحاول يا فندم ان شاء الله. لا مش هنحاول. اوامر يا فندم. يا عصر. طيب اتفضل. بيتم نقل مياه مصرف المحسمه عبر الصحرات اسفل قناتي السويس القديمه والجديده من الغرب الى محطه معالجه المحسمه شرق القناه، ليتم معالجتها لتوفير مليون متر مكعب يوم، تكفي لري لزراعة 50 ألف فدان بسيناء لخلق مجتمعات عمرانية وتوفير فرص عمل جديدة. محطات التحلية. تم الانتهاء فندم من تنفيذ 19 محطة مياه تحلية وتنقية بإجمالي 176 ألف متر مكعب يوم، من أهمها محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الرميلة بمحافظة مطروح طاقة 48 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بمنطقة كليوباترا بمحافظة مطروح طاقة 5000 متر مكعب يوم. محطة تنقية مياه الشرب بالفرافرة فندب 4000 متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بطابة طاقة 2000 متر مكعب يوم. وجاري يا فندم تنفيذ حاليا، جاري تنفيذ 15 محطة مياه بطاقة إجمالية 1.1 مليون متر مكعب يوم، من أهمها محطة تحلية مياه البحر بالجلالة طاقة 150 ألف متر مكعب يوم. الروافع يا فندم اللي هتنقل المياه بتاعت المحطة من أسفل الهضبة إلى أعلى الهضبة يا فندم. خزانات استراتيجية طاقة 120 ألف متر مكعب.
محطة تحلية مياه البحر يا فندم بالعين السخنة طاقة 164 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بمدينة العالمين الجديدة يا فندم طاقة 150 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد يا فندم طاقة 150 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر يا فندم بمدينة الطور طاقة 30 ألف متر مكعب يوم. محطة تنقية مياه مدينة الإسماعيلية الجديدة يا فندم طاقة 140 ألف متر مكعب يوم. ومخطط يا فندم تنفيذ 20 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.2 مليون متر مكعب يوم من أهمها. محطة تحلية مياه البحر بالعريش طاقة 300 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بالحمام طاقة 150 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بشرق مطروح فندم طاقة 135 ألف متر مكعب يوم. محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ طاقة 60 ألف متر مكعب يوم. ده بيوضح لنا الرسم ده فندم بيوضح لنا معدل الزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه المنفذة بوسط الهيئة الهندسية حتى عام 2019. في عام 2014 يا فندم كانت انتاجيتنا من محطات التحليه 33 مليون متر مكعب سنويا. بتتزايد يا فندم سنويا 44 مليون متر مكعب في 2015، في 2016 يا فندم وصلنا ل 70 مليون متر مكعب سنويا، في 2017 يا فندم المنتهي احنا وصلنا ل 99 مليون متر مكعب سنويا، ومستهدفين يا فندم ان شاء الله في 18 هنوصل ل 392 مليون متر مكعب، وان شاء الله نكملها في نهايه 19 ب 925 مليون متر مكعب سنويا. ودي ارقام كبيره جدا. كميات المياه المنتجه يا فندم من محطات المياه المنفذه بواسطه الهيئه الهندسيه 925 مليون متر مكعب سنويا من التحليه، و110 مليون متر مكعب مياه تنقيه، و2.2 مليار متر مكعب سنويا اللي هي معالجه مياه الصرف فندم لاغراض الزراعه. واليوم نفتتح محطة اليسر لتحلية مياه البحر طاقة 80 ألف متر مكعب يوم بمدينة الغرداء محافظة البحر الأحمر. تم تنفيذ المحطة يا فندم على مرحلتين، كل مرحلة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوم، حيث تم استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تحلية المياه لإنتاج مياه الشرب طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وتتكون المحطة من الأعمال الكهروميكانيكية للمأخذ البحري، فلاتر التنقية الابتدائية للتخلص من الشوائب والمواد العالقة، فلاتر التنقية الدقيقة لمياه البحر حتى 5 مايكرو، 2 مبنى تتكون المحطة من 2 مبنى تحلية مياه البحر، ويحتوي كل مبنى على 6 وحدة طاقة الوحدة 7000 متر مكعب يوم للوحدة الواحدة. وحدات توفير الطاقة فندم توفر 40% من الطاقة المستهلكة لإنتاج المتر مكعب من المياه. لوحات التشغيل والتحكم، غرفة المراقبة والتحكم بنظام الإسكادة، وحدات المعالجة النهائية للمياه المنتجة لتحقيق أعلى جودة للمياه، معمل مراقبة وضمان جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية، مبنى المحولات الكهربية، مبنى وحدات التوليد الكهربية الاحتياطية. واستاذ سيادتك يا فندم، من خلال فيديو كونفرنس افتتاح محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغرداقة طاقة 80 ألف متر مكعب يوم، مقدم أركان حرب مقاتل محمد محمود عبد الفتاح.